قتل شرطي واحد هذا الأحد خلال عملية اقتحام مجموعة من الطيارين بالجيش الأرميني لعدد من مراكز الشرطة في العاصمة يريفن، قاموا خلالها باحتجاز مجموعة من الرهائن. ومن بين المحتجزين نائب مدير قوة أمن العاصمة فاليري أوسيبيان وسبعة من رجال الشرطة. المختطفون طلبوا بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم منسق المنظمة المعارضة جيغاغيغ سيفيليان الذي اعتقل فيما سبق بتهمة الاتجار في الأسلحة. سيفيليان كان يخطط للسيطرة على مباني حكومية بما فيها مبنى الإذاعة والتلفزيون الأرميني بمساعدة مجموعة مسلحة حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية.